وصل مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد تويجري إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة على أن يستعرض الجمعة المقبل رؤيته وبرنامجه لإدارة أعمال المنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء. يذكر أن تويجري المستشار في الديوان الملكي حاليا سينافس 7 متقدمين آخرين سيقدمون عروضهم ابتداء من اليوم وحتى الجمعة.